وزارة النقل عندنا فيهم إشكال. دابا اللي غيمشي شارع الجيش الملكي عندك الطريق فيها 30 متر، كيفاش بغيتي هذا الراجل اللي عنده 50 عام والمرأة اللي عندها 60 والعائل صغير غادي يقطع داك ال 50 متر؟ كيفاش بغيتي يقطع داك 30 متر؟ عفوا، من تنكون عندنا إشكاليات ديال التصميم ديال الطرق بحال هذا الشيء اللي بداو تيعملوه في طنجة وغيرها، حتى الرباط اليوم عندنا فيه إشكالات حقيقية. في الرباط في لي كرون زارتير بحال هذا الشيء اللي دار عندنا في طريق الدخله في طريق الرباط، عندنا تقريبا 3 ديال الحوادث يوميا في طريق وحده. طريق وحده لانه ملي تتعمل الطريق فيها 30 وما تسمحش للمواطن ما تتعدلوش، يا اما قنطره فوقيه ولا تحتيه ولا تتخلي له داك واحد ما يجي في طريق الرباط بحال تتجيو نتوما الى قلتوهم تما بيناتنا. ها خاص يكون الانسان واضح، تيجي حتى شي واحد ب 60 الا من رحم الله، ولا كنا مزيرين بعد دابا داخل في هذه الساعه هذه بزمنك تمشي ب 20 30، ولكن من تيكون الوقت هذه الناس تجيب 80 90 100 واخر غادي يقطع، كيفاش بغيتي يقطع 30 متر قدامك؟ وبالتالي الاخوان اللي قاموا على مثل هذه التدابير ديال الاصلاح ديال الطرق بهذه الطريقه هي ضد السلامه الطرقيه، وحنا رفعنا مذكرات للهيئات اللي شرفت على هذا الشيء، هي ضد السلامه الطرقيه. لا بد ان يعاد فيها النظر على اساس انها تكون سالمه من جميع. جيد جدا اننا نعملوا طرق واسعه، نعملوا ثلاثه طرقات يطلعوا وثلاثه يهبطوا، ولكن خصنا نشتغلوا، وهذا من بين الاعمال اللي هي من الاختصاصات ديال المجالس الجماعيه.